مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ما الذي ينتظره المصريون من رئيسهم القادم؟ وما هي الصفات والمعايير التي حددوها لاختيار رئيس جديد؟ هل هناك شروط جديدة وضعها المواطن المصري للرئيس القادم وهو أول رئيس بعد ثورة 25 يناير؟ هل هناك سمات خاصة من بين المرشحين المحتملين قد تكون حاسمة في السباق الانتخابي؟ أسئلة تشغل الشارع المصري مع انطلاق السباق، حيث بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم تلقي طلبات الترشح للنقاش حول الصفات التي يراها المصريون في رئيسهم القادم. يسعدنا تلقي آرائكم واتصالاتكم على رقم الهاتف المبين على الشاشة. يسعدني أولا أن يكون ضيفي من القاهرة الدكتور يحيى القزاز، القيادي في حركة كفاية. دكتور يحيى، يعني أنتم كنتم في طليعة من هب في وجه النظام القديم والممارسات التي كانت سائدة في ذلك الوقت، خاصة من الرئيس رأس الدولة. هل لكم أنتم في حركة كفاية شروط ترون أنه يجب توفرها في الرئيس القادم؟ يعني أشكرك أستاذ كارم، وأهلا وسهلا بكم الجزيرة. طبعا يعني بالتأكيد لنا، وأعتقد يعني إجمالا قد يكون يعني 6 نقاط يعني أساسيين، يعني منهم أو على رأسهم أن يكون مؤمنا بالثورة عاملا على استمرارها. يعني هذه هي المقدمة وفوق كل اعتبار. ويأتي الشرط الأول، يعني أن يكون يعني رئيسا قويا يحافظ على سيادة الدولة، وأيضا ديمقراطيا عادلا، ليس مستبدا ولا فاسدا ولا خائنا أيضا ولا عنيدا، يحترم الدستور والقانون ويؤمن بالمواطنة والمساواة بين جميع المصريين. أعتقد النقطة الثانية أيضا أن يكون متدينا بغير مزايدة ولا متاجرة بالدين، يعني لا يركنه على الرف ويستخدمه وقت اللزوم لدغدغة مشاعر شعب مصري معروف ان هواه وهويته اسلاميين. طبعا الدغدغه دي من اجل الفوز باصوات الشعب، وفي نفس الوقت لا يدافع عن اعراضهم عندما تنتهك، وايضا يتعهد بمحاسبه الفجره الكفره ورد الاعتبار لمن تم الكشف على ارضيتهن، وايضا اللاتي سحلنا وتعرينا في الشوارع بفعل بلطجي همجي لا يعرف شرف العسكرية. النقطة الثالثة، يعني أعتقد أنه لازم يكون مؤمنا بالعروبة، وأن مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وأمنها القومي مرتبط بالأمن العربي. أيضا النقطة الرابعة، أعتقد الرابعة، أن لازم يكون معاديا للصهيونية ومؤمن بحق الفلسطينيين في عودتهم لفلسطين التاريخية، ضمن المسائل المهمة جدا. وأيضا أن يكون النقطة الرابعة أعتقد رافضا للهيمنة الإمبريالية ورافضا للتبعية والعمالة الأمريكية. وخمسة، أن يكون يعني من الشروط الأساسية مؤمنا بالعدالة الاجتماعية والاقتصاد المختلط، بعيد عن خصوصية الخصخصة الفاشلة. آخر نقطة، أن يعمل على تنمية الوطن بعيدا عما يسمى الاستثمارات المستغلة أو الريع الفاشل، من خلال إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة. ويعني حبذا لو بدأ بالتعدين، لأن التعدين مهمل ولدينا مناجم كثيرة ما زالت لم تستغل بعد بشكل جدي. أعتقد هذه هي النقاط الست الأساسية. طبعا هناك يعني طيب. أشياء كثيرة، لكن نرى هذه الأشياء الأساسية. طيب دكتور يحيى، ابقى معي لو سمحت، نحن نأخذ آراء المواطنين العاديين أيضا. أنا معي من الجيزة الأستاذ أحمد شيخون. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. استمعت إلى جانب مما قاله الدكتور يحيى القزاز في
رؤيته للشروط التي يجب أن تتوافر في الرئيس القادم، كيف تراها أنت؟ والله في البداية أنا برحب بحضرتك وبالدكتور يحيى أستاذنا العزيز، بقول إن الرئيس القادم لابد إن يكون فيه بعض المواصفات. أول مواصفة إنه لازم يكون صاحب كاريزما خاصة، لأن إحنا مالنا رؤساء الصدفة اللي بيجي ده نائب رئيس وده رئيس يبقى رئيس، لا إحنا عايزين الرئيس يبقى عنده كاريزما، راجل دولة بمعنى الكلمة، ليه علاقات خاصة، علاقات خارجية، يقدر يرجع الأمن والأمان للبلد اللي إحنا افتقدناه لينا أكتر من سنة ونص دلوقتي مش حاسين بالأمن في الشارع المصري. طيب أستاذ أحمد، بداية، هل ترى في الرؤساء الأربعة السابقين من كان يتمتع بالكاريزما التي تتحدث عنها، من محمد نجيب إلى حسني مبارك؟ طبعا طبعا يا فندم، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات كانوا أصحاب كاريزما خاصة، قدروا يحطوا مصر على في وضع الأقرب اللي احنا عايزينه دلوقتي. طيب، تحدثت أيضا عن الأمن. أيوة طبعا، اتفضل. احنا حضرتك من بعد الثورة واحنا نفتقد إلى الأمن والأمان، فلا بد ان يكون الرئيس القادم على راس اولوياته ازاي يحقق لي الامن، ازاي الشارع المصري يرجع لامنه الطبيعي، ازاي اني اامن على اولادي، اامن على اسرتي، اامن على حالي، على ممتلكاتي، اقدر اجيب المستثمر الغربي انه يجي يستثمر في بلدي. طول ما هو حاسس ان ما فيش امان عمره هيجي يستثمر سواء كان عربي او اجنبي. فيبقى نقطه الامن والامان دي نقطه مهمه جدا وفارقه في اي برنامج لاي مرشح للرئاسه. طيب، شكرا شكرا جزيلا أستاذ أحمد شيخون. معي من هنا من قطر الأستاذ طارق هيكل. أهلا يا أستاذ طارق. أهلا يا فندم، أستاذ صحة. هل هناك يعني صورة محددة أو شبه محددة تراها أو ترى أن يكون عليها الرئيس القادم؟ يعني عندنا مثلا عبد الناصر والسادات، كويس؟ الاثنين كانوا فعل، ما فيش رد فعل. طيب، يعني ما كانوش، كانوا مالين مصر، ما لناش دعوه صح ولا غلط، ده له اخطاء وده له اخطاء، بس كان في عنده دماغ وعنده راي وعنده رؤيه. انما مبارك كان عنده رد فعل، ما عندوش فعل، موظف قلب فقر المنصب، قلبه مدير تنفيذي لشركه. طيب، ربما خلط الأستاذ أحمد شيخون قبل قليل بين هذه الصفات الشخصية التي تتحدث أنت عنها وما يجب أن يقوم به أو تكون من أولوياته. أنت تحدثت أولا في أن يكون فعلا وليس رد فعل، ما المهمات التي يجب أن تكون على أجندته؟ هو ما فيش حاجة اسمها مهمات، هو عنده رؤية زي محمد علي كده، بنى مصر صح مع انه مش مصري. حكاية الامن والكلام الفاضي ده مش عايزينها، بامن عايشين من غير امن عايشين. ما كانت ايام مبارك وزارة الداخلية موجودة والحرامية شغالين والقتل شغال والسرقة شغالة. حكاية دولة المؤسسات دي وهم وهم، مش عايزين حكاية دولة المؤسسات، الناس بتبقى متكتفة، ده ديكتاتورية مش ديمقراطية. طب يعني 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 لو استطعت أنا، اسمح لي بالتدخل في بلورة وجهة النظر هذه، أن يكون رئيس الجمهورية له وجهة نظر عامة وفلسفة على أن تكون أجهزة الدولة هي المعنية أساسا بتنفيذ هذه الأمور من أمن واقتصاد إلى آخره. أوكي، هل 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 توافق على هذا؟ اقتصاد اوكي، امن مش عايزين امن بجميع انواعه. طب هل تعتقد ان غياب الامن يمكن ان يتحقق في ظله اي شيء؟ في غياب الامن ده وهم برضو، يعني نجح الاقتصاد مش هتحتاج امن، زي عمر بن عبد العزيز لما والي جاله وقال له عايز ابني سور حوالين المدينه عشان السرقه، قال له بالعدل مش هتحتاج له السور. يعني انت تريد القول بان العدل والعداله الاجتماعيه يمكن ان تكون مقدمه او هي التي يمكن ان تؤدي الى استتباب الامن. العدل فقط مش العداله الاجتماعيه، العدل هيخلي الاقتصاد كويس، هيبقى فيه عداله اجتماعيه. ما اعرفش عداله اجتماعيه دي صفه وموصوف كلام فاضي بنجري وراه. يعني العدل اساس الملك.
طيب شكرا جزيلا للأستاذ طارق هيكل، كان يتحدث إلينا من هنا من الدوحة. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ يحيى القزاز القيادي في حركة كفاية، ربما كان فقط اثنان اللذين تحدثنا إليهما. دكتور يحيى، هل ترى أن فيما قال الاثنان بعض الهواجس التي ربما تكون شائعة بين المصريين بشأن الرئيس الجديد؟ يعني أعتقد طبعا يعني معهم حق في أن يعانوا من الهواجس، لكن واضح أنه ما زالت تركيبة الرئيس عبد الناصر بقوته ووطنيته وعروبته مسيطرة على الأذهان، حتى أيضا على من اختلفوا معه، وربما الفترات الأخيرة يعني استدعت صورة جمال عبد الناصر بشكل أكثر من ذي قبل. وطبعا حضرتك قرأت ما كتب أعتقد في الجارديان، إن هو يعني هل المصريين يعني يبدون أو يبحثون عن كاريزما جمال عبد الناصر، لأن نعم، ربما يعني هذا لم يكن هناك عفوا كان في عدد أمس أعتقد في الجارديان. يعني أعتقد المصريين متيمين ومهتمين بالعدل، لأن فكرة العدل عندهم لديهم أعتقد تسبق يعني الديمقراطية، وأعتقد ده السبب إن هم حبوا في جمال عبد الناصر إن هو كان منحاز للفقراء وعادلا. وطبعا كلنا نعلم أن تلك الفترة ويعني هذه الفترة عامة في كل العالم كانت تتمتع بالنظم الشمولية، هذا ليس شأننا. ما قصدته أن ربما كاريزما عبد الناصر وعدالته في المجتمع وانحيازه للفقراء، وأيضا عدم التفريط في المجتمع المصري وفي المواطنة، ولم تكن هناك فتن طائفية بين مسلمين ومسيحيين ولا استغلال نفوذ إلى آخره، بتستدعي صورة عبد الناصر. من هنا دائما الناس دائما تبحث عن الرئيس القوي. أنا ما قصدت هنا الرئيس القوي هو قوي الشخصية الذي يؤمن بدور المؤسسات ويفعل الديمقراطية، نعم، لأن يعني لا يمكن أن نستنسخ صورة أخرى من عبد الناصر، لأن العالم أيضا تطور وكل الأمور تطورت وتقدمت وتعقدت أيضا. نحن بحاجة إلى دولة مؤسسات وإلى رئيس قوي قوته أيضا في أن يحترم دور المؤسسات. الرئيس الضعيف أعتقد هو الذي يحاول أن يجعل دوره في الفترات الحالية يفوق دور المؤسسات، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي. من هنا البحث عن رئيس في الفترة الحالية يؤمن بالثورة وأؤكد على الثورة طيب أكثر من إيمانه بدوره، هذا شيء مهم. والمشكلة الأخرى أيضا، هل نحن حاليا في تلك الفترة بحاجة، سؤالي، هل نحن بحاجة إلى رئيس وبحاجة إلى انتخابات رئاسية؟ أعتقد لو لديك متسع من الوقت أستطيع أن أجاوب أو تستطيع أن طيب تتحدث. سنتحدث في هذا دكتور يحيى، ولكن اسمح لي أن نأخذ بعض الآراء الأخرى. أنا معي الأستاذة رشا لطفي الصحفية. أستاذة رشا، من خلال عملك كصحفية، هل لمست ارتياحا بين المواطنين العاديين لما طرح حتى الآن من أسماء كمرشحين للرئاسة؟ على المستوى العام يا أستاذ كارم، هنلاقي إن المصريين بيحلموا، ما زالوا بيحلموا بمواصفات خاصة جدا 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 في الرئيس القادم، وده أول رئيس هيلاقوه في حياتهم من أيام الفراعنة. فلك أن تتخيل حجم الخيال الجامح اللي بيحدوا جميع المصريين في اختيار رئيسهم. طيب يعني هل هذه الصورة يمكن أن تكون موجودة فيما طرح من أسماء حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة بعضهم بيحمل بعض المواصفات وليس كل المواصفات. طيب، ما هو أيضا من الصعب أستاذ رشا أن يعني تتجمع كل هذه الصفات التي يأمل المواطن العادي في أن تكون موجودة، صعب أن تتجمع في شخص واحد. الثمن يا أستاذ كارم اللي ده كان كبير جدا علشان نوصل النهاردة إن فتح باب الترشح انتخابات رئاسية. أول واحد يقف فيها أحمد شفيق اللي كان ضد الثورة، فدي طبعا يعني مهزلة، دي مهزلة. فهو أول واحد النهاردة بيتقدم، بتتقدم بأمارة إيه؟ أنت عملت إيه؟ أنت واحد من أركان النظام السابق، ودي حاجة معروفة، أنت كنت الصديق المقرب لحسني مبارك، واقف النهاردة في أول الصف
يبقى اذا الناس ليها حق انها تحلم، لان هي شايفه ان الواقع ما بيحققلهمش اللي هم نفسهم فيه. طيب احنا عايزين رئيس يقوى بالمصريين، يعرف ان هو عنده كنز، كنز بشري، كنز بشري دول كتير جدا بتحسدوا عليه. طيب شكرا، شكرا جزيلا استاذه رشا. اخر ما قالته الاستاذه رشا ان يكون الرئيس القادم مؤمنا بالشعب. معي ايضا الاستاذه ميا غيث الباحثه السياسيه. مساء الخير استاذ ميا. الو استاذه ميا سامعاني؟ انا اسمع. طيب استاذه ميا، يعني في هذا العصر الذي نعيش فيه، من وجهه نظرك كباحثه سياسيه، هل الأولوية تقع في أن يكون الرئيس القادم ذا كاريزما كما قال الدكتور يحيى القزاز، أم أنه يكون أقرب إلى الشعب يحس بآلامه وآماله، أم ماذا تكون الأولوية بالنسبة للرئيس ونحن الآن في 2012؟ هو لازم تكون لي كاريزما وكمان من الشعب، كاريزما يكون قادر على توحيد صفوف المواطنين، وكمان من الشعب، لان الشعب لازم يحس، وكمان لازم ان هو نعيد عشان هي مش لازم يكون من جزء من النظام السابق، لانه اكيد شارك في الفساد اللي ارتكبه النظام السابق في الشعب المصري. طيب يعني انت في رايك هل يمكن أن تؤدي الإنجازات التي يمكن أن يحققها، يمكن ووجهة نظره في القضايا سواء كانت قضايا داخلية أو خارجية، ألا يمكن أن يشكل كل ذلك هذه الكاريزما في نهاية الأمر؟ ممكن تاني؟ يعني إنجازات الرئيس وطريقة عمله، هل يمكن أن تخلق مثل هذه الكاريزما؟ لا أعتقد أننا ربما لا نحصل على هذه الكاريزما من أول يوم في الرئاسة، ربما تكون طريقة عمل الرئيس هي التي يمكن أن تخلق مثل هذه الكاريزما. طبعا احنا دلوقتي ما عندناش اي من المرشحين لديه كاريزما لدى الشعب المصري، فبالتالي طريقه عمل الرئيس الجديد هي اللي هتخلق لديه كاريزما لدى الشعب المصري، وبالتالي لازم يكون قريب من المواطنين المصريين وقريب من الشارع المصري وحاسس بالقضايا المواطن البسيط، دي اهم حاجه. الو ايوه يا استاذه، انا سامع حضرتك استاذه مي. اوكي طيب، يعني الدكتور يحيى القزاز طرح مواصفات، هو قال إنها ستة ولكن أنا عددتها فوجدتها يمكن تفوق العشرة. أن يكون قوميا مؤمنا بالثورة، أن يكون ديمقراطي، أن لا يتاجر بالدين، احترام المواطن، هل يمكن أن تجتمع كل هذه الصفات في رجل واحد؟ أكيد لازم تجتمع في مواصفات المرشح اللي جاي، عشان كده لحد دلوقتي ما فيش استقرار على اسم معين إن المواطن يروح ينتخب أو يرشح. طيب شكرا للأستاذة مي غيث الباحثة السياسية. معي من المواطنين أيضا إيهاب السيد، مصري مقيم في قطر. أهلا أستاذ إيهاب. أهلا بك يا فندم. ما الذي تتمناه في الرئيس الجديد؟ والله انا بتكلم بس بخصوص الرئيس، لكن هي الموضوع كله ان انا عاوز احذر المرشحين القطار، المرشحين نفسهم، لان اللي هو عمرو سليمان واللي هو احمد شفيق طبعا دول من فلول النظام القديم، خدت بال حضرتك، فهيلموا اكتر اصوات، واحد منهم هينسحب في الاخر، كل الاصوات هتنضم للعمر شفيق او معنى ذلك انهم لهما شعبيه. مش موضوع لهم شعبيه، وفي شعبيه لحسني مبارك للاسف لحد دلوقتي موجوده، خدت بال حضرتك، اللي هم فلول النظام اللي هم المستفيدين من النظام السابق. هل يمكن ان تؤدي مثل هذه الاصوات الى نجاح احد هؤلاء في الانتخابات الرئاسيه؟ ده 80%، 80% واحد هينجح فيهم لو الشعب المصري ما حذرش
من كثرة المنتخبين وتوزيع الأصوات على عدد المنتخبين للرئاسة. ولكن أستاذ إيهاب، يعني حتى المنتقدين لوصول التيار الإسلامي إلى السلطة، خاصة على الأقل الآن في سلطة تشريعية في مجلس الشعب، يقرون أيضا أنه كان اختيارا شعبيا. فلو جاء أي شخص لرئاسة الجمهورية باختيار شعبي لا يمكن الاعتراض عليه. حضرتك السياسة لعبة، مش لازم أقول لعبة إيه، لعبة. والناس دي متمكنين من السياسة، سواء اللي هو أحمد شفيق أو اللي هو عمر سليمان، ناس متمكنة من السياسة وعارفين بيعملوا إيه. للأسف باقي السياسيين الموجودين خبراتهم ضئيلة وحيتلعب عليهم. يعني يتلعب عليهم ازاي استاذ ايهاب؟ يعني هل تتوقع وجود تزوير مثلا في الانتخابات؟ لا 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 لا، الموضوع غير كده خالص. ممكن ما يبقاش في تزوير خالص، خدت بال حضرتك، لكن العمليه ببساطه، عدد مرشحين مجلس، عدد مرشحين للرئاسه اللي موجودين اصواتهم هتتوزع عليهم. حلول الحزب الوطني ما زالوا قطار باكثريه دلوقتي، هم دول اللي هيرشحوا الاثنين دول، واحد منهم هينسحب هينضم اصوات ال سواء عمر سليمان او احمد شفيق ده لده. طيب شكرا استاذ، على الاصوات. شكرا استاذ ايهاب. اعود مره اخرى الى الدكتور يحيى القزاز القيادي بحركه كفايه. اريد اولا ان تعلق دكتور على ما قاله الاستاذ ايهاب السيد من مخاوف من ان يصل احد من سماهم بفلول الحزب الوطني إلى سدة الحكم، وهو يستبعد أن تكون هناك تزويرات في الانتخابات. كيف يمكن؟ هل هذه إمكانية ماثلة الآن؟ بالقطع، يعني ما زالت موجودة، لأن التزوير نوعان. نوع يتم من خلال التزوير بالصندوق، من خلال تزوير يعني البطاقات الانتخابية أو تزوير الصندوق، والآخر هو تزوير الإرادة. وتزوير الإرادة هو أسوأ التزويرات، بمعنى أن يكون الإنسان رافضا لشيء ويتم غسيل مخه أو إقناعه مجاملة أو ضغطا أو ويذهب طبعا لأن يعطي صوته لغير ما يريد. وكان هذا يمارس من قبل، وأعتقد هو هنا ممكن أن يمارس بشكل أو بآخر، ويعني ايضا ممكن يعني يمارس حتى بطريقه بلغدغه المشاعر من خلال استخدام يعني ما هو متاح وما هو مشاع في الشارع المصري. اما بالنسبه ل الاختيارات من خلال النظام الحالي، فاعتقد انها موجوده لسبب بسيط، لان الثوره لم تستمر وتم الانقضاض عليها، يعني انقض عليها عندما تم اللي هو ما يسمى بالاستفتاءات على الدستور، ثم ايضا اطلقت الرصاصه يعني البدائيه او الرصاصه الاولى بانتخابات مجلس الشعب. ومعنى انتخابات مجلس الشعب هو طبعا يعني منع الشرعيه من الثوار واعطائها للنواب وتحويل الثوار الى بلطجيه وايضا النواب الى اصحاب الشرعيه. ثم ايضا تاتي الدانه التي اعتبرها الضربة القاتلة التي بدأت الآن، وهي أن كل من يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية هو يمسك مدفعا ثقيلا ويطلق دانة على الثورة. لأن السؤال، إذا أردنا رئيسا، ما هي مسؤوليات الرئيس؟ وهل هو لديه القدرة على ممارسة صلاحياته؟ وكيف يقدر الرئيس أن يكون رئيسا والسلطة في غير يده؟ وعودنا طيب. أيضا إلى ما قبل الثورة، نستبد السلطة أن تمنعنا. كيف أيضا يكون المجلس العسكري الحاكم على عداء مع الثورة، ثم الرؤساء المنتخبون أيضا يطالبون من هم أعداء الثورة بتسليمهم السلطة؟ المجلس العسكري لا يريد تسليم سلطة. السلطة ليست طيب. كالشقة تسلم على المفتاح، لكنه يريد الابتعاد عن صدارة المشهد لكي يأتي برئيس يستطيع أن يحركه بالرموز طيب. كنترول ويعلق عليه أخطاءه. شكرا جزيلا للدكتور يحيى القزاز القيادي بحركة كفاية. معي أيضا من القاهرة الأستاذ مصطفى يونس المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة. أستاذ مصطفى، ما قاله الدكتور يحيى القزاز الآن يعني أن
على حسب وصفه أن كل مرشح رئاسي الآن سيطلق قذيفة مدفع على الثورة، والكل يريد النيل من الثورة. هل تعتقد أن النيل من الثورة يمكن أن يكون طريقا إلى سدة الحكم؟ لا يعني انا اختلف مع الدكتور الازاز، ويعني اتفق مع الضيف حضرتك الكريم، فانه هناك بالفعل هناك اسلوب قذف الانتخابات الرئاسيه كما يحدث في الانتخابات البرلمانيه سواء شعب او شورى، ان هناك من يتهم الاخرين، هناك من يتسلق على اكتاف الثوره، هناك بالفعل من هم من رموز النظام السابق امثال الفريق احمد شفيق والسيد عمرو موسى مع كامل الاحترام لشخصيهما، الا انهما يحاولان استغلال الثوره واحداث الثوره، ويحاولان استغلال علاقتهما بالمجلس العسكري وبالنظام السابق ونواب الشعب السابقين لعوده النظام مره اخرى من خلال الحصول على كرسي الرئاسه. يعني اعتقد طيب، وانتم استاذ مصطفى في الاتحاد العام للثوره والاتحادات الاخرى والائتلافات المرتبطه بالثوره، هل تعتقد ان هناك ضمانات الآن لأن يصل إلى سدة الحكم ذلك الرئيس الذي تحلمون به؟ يعني اعتقد ان الشعب سيقول كلمته، انا بنسبه كبيره تتجاوز ال 50% ان الانتخابات ستمر وستكون نزيهه وشفافه، الا اننا نؤكد ان هناك محاولات مستمره من جانب السلطه الحاليه ومن جانب بعض التيارات تحاول عرقله هذه الامور، سواء كان باختيار الرئيس التوافقي او سواء كان بالصفقات السريه التي تعقد داخل الغرف المغلقه. هناك بعض التيارات التي تنوي بالفعل ان تسيطر على الساحه وتسيطر على المقعد الرئاسي وهو الوسيله الاخيره او المرحله الاخيره بعد الثوره، حتى يكون لهم يعني هذا التواجد من خلال اسلوب شرعي باراده الناخبين. اقول بان فكره الرئيس التوفيق قد انهيت بالمره وقد تم رفضها بالمره، وان الشعب المصري اكبر من ان يتم الضحك عليه. طيب يعني اذا انت واثق في اختيار الشعب المصري، الاستاذ مصطفى يونس المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة. في ختام هذا النقاش نشكر كل من تابعنا، وإلى اللقاء. يوم فتح باب الترشح لانتخاب أول رئيس لمصر عقب ثورة 25 من يناير، ما هي المواصفات التي يراها الجمهور يجب أن تتوافر في رئيس مصر القادم؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه الرسالة. ما رأيك، إيه المواصفات المطلوبة في رئيس مصر القادم؟ والله أنا شخصيا بتمنى أن يكون رئيس مصر القادم يكون شخصية جديدة على الساحة. معنى جديدة يعني؟ معنى جديدة اللي هي تبقى بعيدا تماما عن الأنظمة الفاسدة اللي كانت سابقة، وإنه هو يكون يعني رجل يتقي الله سبحانه وتعالى في الشعب المصري، إنه يكون رجل يدرك تماما مدى معاناة الاحتياجات الخاصة، وإنه يستطيع من خلال التعاون مع الأطياف اللي موجودة الأحزاب السياسية اللي موجودة، إن هو كل يعمل المجتمع المصري كله في بوتقة واحدة، ويحاول إن هو يعمل على تآلف وازدهار البلد، تقدم البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في كل المجالات. حتى رأيك في سنه، سنه ممكن يبقى كام؟ أنا شخصيا برجح إن هو يكون يعني في الوسط، ما هوش شاب قوي عشان خاطر قلة الخبرة، وما هوش كبير في السن قوي، إن دوت بيكون يعني تقريبا كام، يعني بين كام وكام؟ يعني في حدود ال 45 ل 50، في الحدود ديت يعني من الاربعينات للخمسينات كده. كده خرجت ناس كتيره قوي من بره السباق. ما هو بالنسبه للشباب، احنا اثبتنا بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ان الشباب قادر بفضل الله ان هو يغير، ان هو يخلق من المستحيل ممكن، ان هو ممكن في اي وقت من الاوقات يستطيع ان هو يحدث المعجزات.
حضرتك رايك يكون منتمي لحزب او تيار بعينه ولا لا؟ انا لا انتمي لاي احزاب، لكن كل الاحزاب طالما ان هي تعمل الى الصالح العام فلا انا يعني بنتمي الى اي حزب بيعمل على ايه، على مصلحه البلد. انا قصدي على الرئيس، يعني هل انت تحب الرئيس كان يكون محسوب على تيار بعينه؟ لا اطلاقا اطلاقا، لا احب اطلاقا ان يكون الرئيس القادم ينتمي لاي حزب من الاحزاب، لان عمليه الاحزاب اثبتت التجربه ان من خلال تعدد الاحزاب السياسيه في مصر مدى التشاحن اللي موجود ما بين السلفيين والاخوان المسلمين او الانظمه الفاسده السابقه، ده كله ادى الى ان وجود خلل كبير جدا الى الان لم يستطع الشعب المصري ان يشعر بالاستقرار في دقه اختياره لاعضاء مجلس الشعب. يعني انت في رايك رئيس مصر القادم ظهر ام لم يظهر بعد؟ هو الآن في بعض الشخصيات تكاد تكون إن هي صالحة تماما بعيدة عن انتماءاتها لأحزاب أو غير انتماءاتها. لا طبعا أنا ما أقدرش إن أنا يعني أحدد أسماء، لكن في أسماء كتيرة جدا زي الدكتور أمين عم أبو الفتوح أو دكتور محمد سليم العوا أو الأستاذ لواء أحمد شفيق، كل ديت أسماء يعني الشعب المصري مع عمرو موسى يكاد يكون هم دولة الشبه مجمع عليهم من الشعب المصري، في والأستاذ طبعا الدكتور منصور حسن، خمس ست أسماء يكاد تكون هي المسيطرة بشكل تام على الساحة المصرية في الانتخابات. يعني يكون مثلا كويس من نسبة يعني يعرف يدير مصر كويس، ويكون امين، ويكون متعلم تعليم جيد. اقول لحضرتك سنه تقريبا سنه والله ما يكون وسط، ما يكونش كبير ولا صغير. يعني بين كام وكام؟ يعني بين 40 45. حتى 50 يعني، عشان طبعا يعرف مصر ويدير مصر كويس. طب حضرتك شايف انه يكون منتمي لحزب او تيار او محسوب على تيار بعينه ولا لا؟ هو المفروض ما يكونش على اي حزب عشان ما يبقاش زي ايه، زي الاول يعني، زي حزب الوطني. حزب الوطني طبعا الرئيس طبعا، ما يكونش اي حزب احسن. في رايك يعني في اسماء كتير طرحت في الفتره اللي فاتت دي كمرشحين محتملين، في رايك هل سيكون منهم الرئيس ولا لسه في ناس لسه لم تظهر بعد؟ والله ممكن يظهروا جديد وبقى متعلم واحسن كمان، زي عمرو موسى، الاستاذ عمرو موسى وناس كتير يعني كويسين. يعني ايه المواصفات اللي يجب ان تتوفر في رئيس مصر القادم؟ هو لازم يعني المواصفات ان يكون عنده درايه كبيره قوي باوضاع البلد، يعني اللي راحت، واللي مثلا يكون عنده خطه للمرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه صعبه جدا في حياه المصريين كلهم. يعني مش هينفع ان اي حد كده ان بسهوله ان يمسك رئيس، لان الوضع متأزم للغايه. ويعني الحكومات السابقه، مش الحكومه بس، يعني يمكن من اول، يعني انا شايفه انها الثوره او الانحطاط من سنه 52 من بعد جلاء الملك. يعني وانا ما بعترفش حتى بثوره 52 دي اساسا، دي ما تنفعش انها تبقى ثوره، لان حضرتك شايفه سنه يبقى كام؟ لا لازم يكون الناس الكبيره، اللي انا شايفه ان في ناس مرشحه نفسها سنها 80 سنه، ده مش هينفع خالص. يعني ده لازم يكون اكتيفيتي خالص اللي هيمسك الرئاسه نشيط. يعني تقريبا من كام لكام تقريبا؟ لا ما يعديش 60 سنه تحت اي بند يعني. وبعدين احنا شبعنا بقى من الناس الكبيره، الناس العواجيز دول محتاجين ان حد ياخد بايديهم، ان هم لحاجتهم العاديه في يومهم. ما ينفعش انه ينهض باقتصاد منحدر زي كده والوضع البلد متازم كده ويجي لي واحد. طب لو بنتكلم ان هو خبره، يعني فكره الخبره تراكميه الموجوده، لازم يكون عنده خبره وخلفيه كبيره. يعني هو مش كل المجالات طبعا هيبقى عنده، يعني بس اقل حاجه يبقى عنده خلفيه محترمه انها تنهض بالبلد. وبعدين مش اي حد يرشح نفسه. انا شايفه ان في ناس يعني مرشحين نفسهم مش كل دول عندهم الخلفيه ان هم ينهضوا بالبلد. فكره ان يكون، هل يكون تابع لحزب او محسوب على تيار بعينه؟ لا المشكله يعني هو طبعا الميول للشعب المصري كلها ميول اسلاميه، لان هي دي يعني الناس الاسلاميين دول هم اللي قدموا، يعني هم قدموا من زمان وما خدوش حاجه. يعني هم يبتدوا يجنوا دلوقتي، بس الجني بتاعهم ان هم هيرفعوا البلد، لكن هم الناس دي قدمت من غير مقابل، فدي اكتر ناس عندها مصداقيه في البلد دلوقتي. ترى ان يعني مرشح التيار الاسلامي هو سيكون هو رئيس مصر القادم؟ لا ده اكيد
اكيد، لان الناس خلاص هي عند احنا كلنا يعني خلاص شبعنا من الاحزاب كلها وشبعنا من الوعود كلها، يعني متهيالي الناس الاسلاميين اصدق ناس. المواصفات اللي يجب ان توفر في الرئيس المقبل؟ والله انا شايف ان هو لازم أن يبقى رئيس عنده فكرة حلوة وعنده سياسة حلوة ويكون بيرعى ربنا في رعيته والبلد اللي هيبقى مسؤول عنها والشعب اللي هيبقى مسؤول عنه من أصغر واحد لأكبر واحد، يكون يعني هو لو حد بيرعى ربنا هيرعى ربنا فينا. يعني في رأيك اللي احنا محتاجين حد يكون عنده خبرة في إدارة البلاد؟ لازم، ما هو لو حد مش عنده خبرة يعني هيدير البلد ازاي؟ ما لازم ان عنده حد خبرة وعنده سياسة وحد ليه مركز علمي، يعني هو لو التفكير بيعلى طول ما درجات العلم بتعلى عند الشخص. طب بالنسبة لسنه؟ سنه والله هو يعني ما يبقاش عجوز ومكركب، يعني يبقى حد سنه حلو عنده خبرة وفي نفس الوقت قريب من الشباب. يعني عشان يكون سنه من كام لكام تقريبا؟ يعني من 40 لـ50 او من 45 لـ50. شايفة ايه يعني بالنسبة لأفكاره، ايه اهم حاجة تكون موجودة في أفكاره؟ انه في برنامجه، يعني في برنامجه ان هو يبقى راسم خطة لمصر من اول من اصغر حاجة لأكبر حاجة، يشوف مصالح الناس وما يتكلش على حد ويشوف مصالح البلد ويشوف الدنيا فيها ايه، يعني يركز في شغله مش الرئيس الاولاني ده اللي ساب الدنيا قلبها على ديابها كده وساب البلد خربت والناس اتنهبت وباظ البلد. رأيك ايه اهم حاجة تكون، ايه القضايا اللي لازم ياخد فيها قرار سريع؟ القضايا اللي لازم ياخد فيها قرار سريع يشوف الناس اللي قاعدة من غير وظائف دي، ويشوف الناس اللي قاعدة من غير عمل، ويشوف الناس اللي دلوقتي مثلا يعني واحد عنده مثلا فدان ارض بنى في الارض الزراعية بنى اراض دلوقتي يقول لك لازم نشيل البيت ده نهده، طب ولا يقعد في الناس قاعدة على بعضيها. وبالنسبة عندنا في الارياف ما فيش امكانيات الناس تطلع عماير. في رأيك سنه يكون كام، من كام لكام تقريبا؟ سنه من 45 لـ50، 55. بس انت كده خرجت ناس كتير قوي، يعني في ناس كتيره طرحه اسمائها سنها اكبر من كده. ما هو الاصل الكبير ده ديته سنه ولا سنتين وبعد كده يهنك. ما هي في رأيك يكون منتمي لحزب او تيار ولا يكون مش منتمي لحد؟ والله المنتمي لحزب افضل. ليه؟ يعني ممكن يكون عارف مصالح الناس اكتر من الطيار، لان الطيار طور من داخل مع الجيش والشرطه والكلام ده. المواصفات لازم تتوفر في الرئيس المقبل لمصر؟ اولا لازم يكون عنده رؤيه لمستقبل مصر من ناحيه الاقتصاد، من ناحيه السياسه الخارجيه، السياسه الداخليه. لازم يكون يحمل فكر جديد غير الفكر القديم اللي كان موجود عندنا في مصر. طبعا لازم يكون عنده وعي سياسي وتاريخ سياسي قبل كده. طبعا قبل ده كله ما يكونش طبعا من النظام السابق عشان احنا خلاص اتهرينا منه من الاخر. يعني لازم برضو يكون عنده يعني السن بتاعه برضو ما يكونش السن اللي هو كبير قوي، خلاص احنا عايزين سن، عايزين تجديد، عايزين حاجات جديده، عايزين فكر جديد. احنا يعني زمان في 30 سنه اللي فاتوا او من 60 سنه اللي فاتوا من ايام حكم جمال عبد الناصر احنا مش شايفين وجه جديد، كل الوجوه اللي احنا شايفينها كلها متكرره، مفيش حاجه جديده، عايزين فكر جديد. بس في رايك هل يكون منتمي او محسوب على تيار او حزب ولا لا؟ والله ما تفرقش معايا، بس اهم حاجه يكون عنده فكر مش اكتر من كده، يعني ما سياسي بقى اسلامي سواء ليبرالي ما عنديش مشكله من الكلام ده. النقطه الخاصه بافكاره، انت تقدر تحكم ازاي على افكاره؟ من خلال البرنامج السياسي او برنامج الانتخابي اللي هو عامله وافكاره وافكار حملته كمان الانتخابيه. لازم يكون عنده حمله انتخابيه انا احس بيها في الشارع، احس بيها في التلفزيون، احس بيها في كل حاجه. رايك في الصفات التي يجب ان توفر في رئيس مصر المقبل؟ أن يكون قوي الشخصية، عنده أهداف تحقق للوطن بقوة، تكون سياسته الداخلية والخارجية، ويكون عنده حركة وانتباه في الداخل وفي الخارج. أن يكون طبعا يكون إنسان ملتزم ويعرف الحلال والحرام، فهمتني؟ أن يحافظ على الشعب وعلى الوطن، فهمتني؟ هل حضرتك ترى ان يكون له خبره في اداره البلاد سابقا؟ ما شرطش، ممكن يكون يعني لو هو قانوني وفاهم القانون الدولي وفاهم السياسه الداخليه والخارجيه وفاهم البلد كويس جدا محتاجه ايه والشعب محتاج ايه وحاسس بالمواطن، فهمتني؟ دي اهم شيء، يحس بالمواطن وعارف المواطن هو محتاج ايه ومش محتاج ايه،
ويكون هو اهم حاجه الانسان لما يكون عنده عدل. عدل، العدل ده اهم شيء اصلا في ان هو يتحقق الانسان اصلا. تمثال نهضة مصر الذي يمثل حضارة المصريين يقف الآن منتظر الرئيس المقبل لمصر عقب ثورة 25 يناير ليحقق طموحات هذا الشعب وما أرادوه من حياة كريمة وعدالة اجتماعية. مجاهد شرارة، الجزيرة، مباشر مصر.